خسارة تجاوزت 7 مليارات دينار في وقت وموقع واحد. فهذه النيران المستعرة في أحد مداخر الأدوية في منطقة الحارثية كانت كفيلة بإلحاق هذه الخسارة الكبيرة، فضلاً عن محاصرة عدد من العاملين في الداخل التي لولا الأقدار لكانوا أيضاً في عداد الموتى. يعني الخسارة أنا شنو اللي أقدر أحكي لك إياه؟ الكاميرا هي تشوف عندي سندويش بنال حضروني الأمانة أول بارحة ساعة بالثنتين الظهر بكتاب رسمي، اليوم دا أرفعه بأدوية أنا جاردها قبل أسبوع. هاي المكاتب العلمية والمداخر كلها تعرف إيش قد قيمة الأدوية اللي هي بأسبرين ودواء الحارثية، قيمتها ما يقارب $5 مليون. موظفين نحصلها واكو بيهم وقت نقوا أخذوهم للمستشفى، واحد ظهرا شيك. ليش هسا الموظفين شنو ذنبه؟ يعني حتى بهاي محاربينه. الدفاع المدني بدوره وكالعادة يحذر من استخدام السندويش بانر في عملية البناء بعد كل مجهود يبذله في إطفاء الحرائق. احنا كدفاع مدني دورنا الحمد لله فرقنا 12 فرقة حاليا لمحل الحادث، سيطرنا على محل الحادث وما خلينا توسع مثل ما شفتوا انتم توسع على الدور السكنية اللي مجاورة لمحل الحادث. دار مساحته 600 متر، متخذ كمخزن للأدوية بمساحة حديقة ما يقارب 200 150 متر 200 متر، ببناء سندويش بنر. هذا السندويش بنر مادة سريعة الاشتعال ممنوعة أصلا في البناء، تم منعها من قبل فترة طويلة. ويشار إلى أن البلاد تشهد بين فترة وأخرى سلسلة من الحرائق يسجل أغلبها تحت بند التماس الكهربائي. سيف علي، قناة دجلة، بغداد.